من تحت ركام قديم انبعثت أوهام السلالة لإسقاط الجمهورية. أراد الانقلابيون الانتقام من الجمهورية التي قامت لاجتثاث ثالوث الجهل والمرض والفقر الذي تغلغل إبان الحكم الإمامي القائم على العنصرية والطبقية والتجهيل. وإمعانا في نهج التجهيل دأب الحوثيون في كل مكان وصلوا إليه على تحويل المدارس إلى متارس. في مسيرتهم الانقلابية نقل الحوثيون الطلاب من أماكنهم في فصول الدراسة إلى أماكن أخرى في الجبهات، وبسبب حروبهم توقفت مئات المدارس عن أداء وظيفتها نتيجة الدمار والخراب، بل لقد تجاوز حقدهم قلاع التعليم إلى المتعلمين. عبد الرحمن البسيسي طالب مجتهد مثابر، تخرج من الثانوية في العام الدراسي 2010-2011 من القسم العلمي بمعدل 93%، واحد من ضحايا مسيرة البغي والعدوان والتجهيل الآثمة. ذنبي الوحيد أنني حاصل على 93.62 وحاصل على منحة دراسية إلى دولة ألمانيا. تم اعتقالنا وتعذيبنا ونهب ممتلكاتنا بتهمة إننا دواعش. الدعوشة تهمة معلبة يتم إطلاقها على أي حر تستهدفه قوى الشر الانقلابية. بعد أيام من الانقلاب على الشرعية وإسقاط العاصمة صنعاء، وفي مساء 28 من سبتمبر 2014 اقتحمت مجموعة مسلحة من ميليشيا الحوثي سكن اليمن السعيد الخاص بطلاب الضالع. عبد الرحمن كان أحد ضحايا تلك الهمجية، ورغم مرور سنتين ونصف تقريبا إلا أن التفاصيل لا تزال حاضرة. في الليل الساعة الواحدة من يوم الأحد مساء تم مهاجمة السكن، كونه يعني يصفونه بسكن الدواعش. اعتقلت الميليشيا عبد الرحمن وزملائه الذين وجدتهم في السكن وحولتهم من طلبة إلى سجناء، وبدلا من الانتقال في المراحل التعليمية صاروا ينتقلون من سجن إلى آخر. تم اقتيادنا إلى معتقلات عديدة. اعتقلنا إلى بداية إلى مدرسة الحسن في مذبح من الساعة الواحدة ليلا حتى الساعة الواحدة ظهرا، ثم نقلونا بعد ذلك إلى مدرسة الصداقة للبنات في شملان. بعد ذلك تم احتجازنا في تلك المدرسة الصداقة للبنات في شملان خلف مصنع شملان في منطقة شملان، يقذفون بأبشع الكلمات في أننا يدوسون حتى يدوسون كالفئران وإلى غيره. تم تعذيبنا، تعذيب جسدي، تعذيب معنوي. لم يكن الأمر مجرد اقتحام واعتقال فقط، بل تطور ليصبح سطوا على أحلام الطلاب الضحايا. لما تم اعتقالنا من سكن اليمن سكن طلاب الضالع، كان عددنا 8 طلاب آخرين، منهم من هم حاصلين على بعثات للخارج، أنا أحدهم، وشخص آخر حاصل على بعثة إلى روسيا. تم احتجازنا بمعتقلات عديدة كما ذكرت، بداية شملان، ثم نقلونا إلى همدان مكثنا 4 أيام، ثم نقلونا 5 أيام إلى عمران، ملعب عمران، نجد عالم من بشر. تم احتجازنا وفصلنا عن البقية. تم التحقيق معنا بأننا دواعش، بأننا ننتمي إلى القاعدة، وأن كوننا ضالعين ونحن نذهب إلى أبيان ومش عارف إيش، ننتمي مع كبار السياسيين بالدولة أو العسكريين أو الدينيين الذي يتحدثون عنهم، ونحن ليس لنا صلة بهم إطلاقا. عمل الانقلابيون الطلاب الضحايا معاملة المجرمين، ووصلت المعاناة حدا فاق توقعاتهم. فجأة يفتحوا لنا الباب بعد 12 يوم من الاعتقال، نسألهم عن أدواتنا. فمن الغريب عندما كنا في معتقل
همدان تم نقلنا بسيارة خاصة في الواحدة ظهرا، يرقموننا في جنب مسلحين حوثيين ليس لهم تنسيق، فيتهموننا بأننا عاملين إجرام مش عارف إلى آخر. يتحدث أحدهم أين بطائقنا، نقول لهم أخذوهم بطائقنا، أخذهم المسؤول الأول في صنعاء وأوصلنا إليكم. فمن الغريب أنه ليس من بينهم تنسيق أبدا. ثم كل 5 ساعات يتحدثوننا، يسألون عن أسماءنا ومناطقنا ومن أي محافظة نحن. بكل 5 ساعات جلسنا 4 أيام، بالليل بالصباح بالظهر، كل 5 ساعات يسألون عن أسمائنا. خرجونا وأخذوا علينا بداية كل الوثائق، كل ما نملك. أدرك عبد الرحمن ورفاقه أنهم إنما يدفعون ثمن الموقف القوي لإخوانهم من أبناء الضالع الذي تمثل في دور شبابها في ساحة التغيير بصنعاء لإسقاط النظام الذي ارتكب أكبر المظالم بحق اليمنيين. نحن خرجنا في أيام الثورة الشبابية 2011، خرجنا كشباب ناشطين نرفض العنف، نرفض الظلم، نرفض الاستبداد، نحن مع الوطن، نحن بنيانه. ثمنا لهذا الموقف الوطني المشهود دفع أحرار الضالع الثمن من حاضرهم ومستقبلهم، ووجدوا أنفسهم وقد نهبت أحلامهم بعد أن سطى المجرمون على كل شيء حتى وثائقهم الدراسية. فأنا الآن لا بلا أوراق ولا شهائد ولا هوية، البطائق والشهائد وجواز السفر وغيرها من الوثائق تم سلبها. أصبحت كأني طالب ابتدائية لا يمتلك أي وثائق، أي شهائد، أي شهائد تدل على أنك خريج ثانوية، أنك حاصل على معدل معين، أو أنك في حاصل على شهادة شهائد عديدة أو خبرة، أو أنك حاصل على شهادة لغة، أو يعني للأسف الشديد أي جهة أنك تذهب إليها تعمل معها فيسألون عن أوراقك. كان عبد الرحمن يتهيأ للانتقال لمرحلة واعدة من النجاح الدراسي، يرنو لمستقبل قرر أن يصنعه بالعلم والعمل، لكن قراصنة الحوثي قطعوا عليه مسيرة نجاحه. لم يعد هناك يعني مقتصر تماما على سلب الأوراق، فهناك سرقت حلم كبير الذي كنت تتمناه بخدمة الوطن ومساعدة منطقتي ومساعدة هذا الوطن الذي يحلم في شبابه الكثير، وكذلك ببناء هذا الوطن الذي ينشد بأبنائه. يقلب عبد الرحمن ما بقي لديه من وثائق شخصية، فيما لا تزال الوثائق الأهم في عهدة ميليشيا دافعها الجهل وحافزها التخلف. بات مستقبله الذي ينشد بيد من لا يعرف قيمة الحياة فضلا عن تقدير قيمة طلب العلم. ذهبت إلى صنعاء للدراسة، إلى بصنعاء لأبحث عن منحة دراسية لأتمكن من مواصلة الدراسية ومواصلة مواكبة العلم. ثم درست اللغة التركية أولا لمدة سنة، ثم بعد ذلك درست اللغة الألمانية. في حينها حصلت على منحة دراسية من بقرار وزاري من وزير التعليم العالي في أنذاك بحكومة باسندوة في سنة 2013، رقم القرار الوزاري للمنحة 724، حين ترتيبي للسفر إلى دولة ألمانيا لأتمكن من مواصلة دراستي في دولة ألمانيا الاتحادية. في تاريخ 3/11 كانت هناك ستجرى مقابلة مع القنصل الألماني في السفارة الألمانية، وترتيب للمقابلة في تاريخ 3/11. قبل موعد المقابلة بشهرين في تاريخ 21/9 كنت ساكن في سكن طلاب الضالع، أنا وطلاب وزملاء وأصدقاء من الضالع، وهذا السكن يختص أبناء الضالع فقط لا غير.
فجأة الحوثيين يدخلون السكن بعنقهية وبقوة سلاح، بمهاجمة السكن بجميع الأسلحة. سعى عبد الرحمن جاهدا وبذل قصارى جهده بحثا عن وثائقه وأوراقه التي لم يستلمها حتى اللحظة. يتكلمون يقولون يعني خرجوا ووثائقكم بتوصل إلى صنعاء. نحن على الوعود نحن يعني حسب كلامهم واحنا واثقين يعني انه بات وثائقنا بصنعاء وبنشوفها ونحصلها، بس للأسف الشديد كلهم يعني يكذبون علينا ولم يعطونا أي وثائق. وبرغم كل شيء لا يزال لدى الطالب أمل في أن تعيد له الحكومة التي يعول عليها شيئا من حقه الطبيعي في تحصيل العلم ومواصلة مشواره التعليمي. عرضت قضية الملف المنحة للكثير بأن احنا اعتقلنا، بأن احنا واقفين عن العمل، ويعني لم نواكب مواصلة العمل مواصلة التعليم. الجهة المسؤولة يعني الجهة المسؤولة في الحكومة اليمنية تهتم فقط بالمجال الحربي، لم تهتم في مجال الطلاب. فنحن نطالب الدولة بأن تستعيد حقوق الطالب، بأن تستعيد حقوقنا كوننا سلبنا حقوقنا، حقوق المنحة ومواصلة الدراسة، وسلبنا المنحة الدراسية سلبت بالقوة. ونريد ونطالب الجهات الرسمية والشرعية بأن تعيد حقوقنا بالقوة. أنا أطالب عبر هذه القناة، قناة بلقيس، بأن يوصل رسالتي إلى الجهات المعنية والجهات المختصة. فقد ضاع حلمي، جزء من حلمي، ليس الأوراق فقط قد ضاعت، وإنما ضاع حلمي بأكمله. إلى جوار عبد الرحمن ثمة طلاب آخرون حرمتهم ظروف الانقلاب والحرب من مواصلة تحصيلهم العلمي، ولديهم من القدرات والذكاء ما لا يجوز إهماله، فعلى مثلهم تعول الأمم، وبهم تتجاوز الشعوب مآزقها، وعلى مثلهم يعتمد العالم في تسيير حركة البشرية وتقدمها. المدنيون هم أكثر ضحايا الحروب وأسهل أهدافها حين تغيب الأخلاق، والأطفال هم أكثر المدنيين تأثرا بتبعات الحرب ونتائجها الكارثية. بلغة الأرقام فإن الأطفال يمثلون نحو 42% من ضحايا الحرب، وهم نصف النازحين. وبسبب الحرب حرم أكثر من 1,000,000 طفل من أطفال اليمن من حق التعليم بسبب المواجهات ودمار نحو 1,500 مدرسة. ناهيك عن آثار الحرب على الوضع الصحي والنفسي لعشرات الآلاف من الأطفال، ونال أطفال تعز النصيب الأكبر من هذه الآثار السلبية. لا يخفى على الجميع ما تعانيه طفولة تعز من انتهاكات صارخة في حقها، إحداها وأبرزها وأمثلها آية ذات 7 أعوام، آية التي نجت من تفجير القذيفة لكنها لم تنجو من العنف النفسي الذي سيظل يرافقها لفترة طويلة في حياتها. مؤلمة هي الآثار النفسية التي تنعكس على الأطفال ضحايا الحرب، وتتباين الإصابات النفسية وفقا لقوة التأثير. بعض الأطفال الذين وجدناهم كانوا قد تأثروا نفسيا، مثل ما قلنا الطفلة آية كما نعلم جميعا بأنها أصيبت بأوجاع نفسية كبيرة جدا ولن تستطيع التغلب عليها إلا بدعم نفسي لها. بعض الأطفال يصابون بحالة تبول لا إرادي، البعض الآخر يصاب بتوترات في المنام فلا يستطيع النوم، بعضهم أيضا ومن أغرب الحالات التي وجدناها أنه فقد النطق كما كان يتحدث سابقا. يعني أحد الأطفال عمره 7 سنوات كان يتحدث بشكل طبيعي، لكن مع فترة الحرب بدأ يتلكأ في الكلام ويفقد النطق تدريجيا. فأعتقد أن التركيز على مثل هؤلاء الأطفال سيساعدهم كثيرا في تجاوز هذه الصعوبات. عندنا أطفال كثيرين وجودهم، من فقد أبوه، من فقد أخوه، من فقد عمه، من أصيبت منازلهم، يشعرون بالرعب، يشعرون بالخوف، يشعرون بأشياء كثيرة. فلذلك نحاول قدر الإمكان وقدر الاستطاعة نحن نخرجهم من الحالة النفسية هذه إلى أجواء
مساعدة لهم، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يقدرنا ونخرجهم من الحالة هذه. عشرات المجازر التي ارتكبتها الميليشيا في تعز جراء القصف العشوائي على الأحياء السكنية، وفي الجانب الآخر مئات الغارات نفذها طيران التحالف ضد أهداف عسكرية للميليشيا، فضلا عن مواجهات شملت جل أحياء تعز تقريبا، كل ذلك ألقى بظلاله على الوضع النفسي لآلاف الأطفال. آية واحدة من الأطفال الذين تركت الحرب أثرا سلبيا في حياتهم، ولا يزال صدي دوي الانفجارات يتردد في أذهانهم. البنت هذه الصغيرة من كثر الفقايع حق القذائف والطيران وقعبها هكذا، وشوف حتى قسمه ويداته من كثر الفقايع، يعني حتى لما واحد يجي يكلمها تفتز تفتقع، يعني لما واحد يقس يهدئها يعني تتعلم تقس تسكت، لكن لما واحد يقس يفقع يزيد اللي فوق زيادة، ذلك حاولي يعالجنها. وبالليل تقس تفتز ويحصل له فقايع، والحبوب هذا اللي فوقها يزيد، بس لما يعالجنا يبتعد شوية شوية. حالة النفسية البنت دائما تخاف بالليل، خوف دائما، عصبية وخايف دائما خوف، حتى هلا يخافوا إنه يخلونا خارج، وراقد هي تتفزع تتفقع تخاف من أي حاجة من القذائف، حتى لابو ضربة رصاصة تخاف. كان بالشارع ولا الطائرة تحوم حق الطيران لوسط القصر، وهي بتهم بالزهرة. لما وقعت الصاروخ البنت افتقعت ودربت على بطنها، وبعدين كل يوم تقص تفكر دوخت تفكرت لما كده بعد 3 أيام طلع لها كده. حالة شرود تفصل آية عن واقع المرح الطفولي الذي يعيشه أقرانها من الأطفال وسط مرارة الحرب التي يعيشون مرارتها دون إدراك كامل. صادرت لعنة الحرب بسمتها وتفاقمت المعاناة بعد أن طالت منزل أسرتها قذائف الميليشيا التي تقصف الأحياء السكنية وتحول سكانها إلى قتلى وجرحى أو نازحين كحال أسرة آية. بيتهم ما دخل قذيفة وتهدم بيتهم وتكسر بيتهم، حالتهم بتنك، يعني حتى الثياب البطانيات ما قدروا يخرجوا لهم إلا خير الله منان مربك ما يضيعش حد. أسرة آية كان بالشارع قسم من الصبح لمغرب بالشارع، ما لقوش وين يروحوا أسرته، رجعوا عدة أسر بالفندق ضرحوهم وقدلوا بهم أصحاب الزهرة مقدرين كامل، كانوا بالشوارع وعدة ناس هلهم دكاكيهم مفاتحين بيوتهم مفاتحين ما فتحوش، رجع فضول مني أنني قمت فتحت لهم أماكن، فتحت لهم المدرسة دي ودخلتهم عملت أجر. إضافة لمعاناتها النفسية وجدت آية نفسها حبيسة هذه المدرسة التي نزحت إليها أسرتها طلبا للأمان. حنا هنا داخل مدرسة نازحين، لما جينا آية صغيرة عادوا بعد التشوي بجسمه، عادوا مع الأيام كبر مع القذائف، حتى إحنا هنا بمدرسة والله فقايع وقذائف، والباقي على الله وين نروح. في تعز يقول البعض إنهم اعتادوا أصوات القذائف والغارات ولم يعودوا يخشون الموت، لكنهم مضطرون غريزيا للخوف على أطفالهم وحمايتهم، وهو السبب الوحيد الذي قد يدفعهم للنزوح والانتقال من المناطق الملتهبة. ما هربناش من القذائف ولا من الرصاص، احنا هربنا خوفا من الجهال ومن الداخل والخارجين، كانوا يضربوا لداخل الطوق، الضرب كان لداخل البيوت، لكن هنا ما فيش ضربة داخل البيوت، اللهم إنن إجين قذائف فجأة. بس تتداخل لديك مشاعر الحزن والدهشة حين تستمع للأطفال في تعز يحكون عن مشاهداتهم ومشاعرهم في ظل الحرب. انكسرت الفجايع كان قدام مبدل الأقصى وهو كان جالس يلعب كورة، من كثرة الفجايع جاء قذيفة، لما جاء انشطى يلا فوقه، رجعت أول كل سنة وهنا القذائف، جاء لاحقنا الحش ومرة جاءنا القذائف ورجعوا لأصحاب أبي، بس القذائف من قدام حقنا الحش
وبحالتهم مجد قال ما شاف واحد قد نصهم برجله وسحبهم من لما افتقع لقع مات. انا كنكو جالس انا وبن عمتي مع حق عمتي الغنمة درعي الهي تقيل قذيفة واني اتعور به انا وبن عمتي. انا اتعوركو بالراس والرجل واتعور بالكتف والبطن والظهر. نخاف برا لما خلوناش نرقد ما نقيس لا نفتقع قامر الطم كسرت الفقايع كل ساعة لما تجي قذيفة وانا مرض كل ساعة وان قذايا فقير لحقنا السقف لا عين حقنا السقف حقنا السقف كله حفاج من كسرة القذايا لا لما جاء صاروخ للخص كيف نفتقع مرة ضيغ من الحرب شكل احنا معانا نخرجش نلعب ولا نعمل شيء ولا نروح نتنزه. حرمت الحرب الأطفال من أبسط الحقوق، ناهيك عن حق التعليم وحق النوم بهدوء، بل لقد حرم آخرون من حق الحياة. عندي برضو بناتي كمان حتى لما يناموا يكونوا طبيعي عادي لا يسمعوا حتى شو أقول لك حتى القلص إذا طاح للأرض يفزوا نتيجة القذائف اليومية الصواريخ الكاتيوشا الهاون يعني يخافوا بشكل يعني غير طبيعي. حتى أمس بنتي أقول لك وهي نوم فزت من النوم بحالة خوف رعب إيش من رعب إيش في قالت في قذيفة أني نام عند الطاقة أخاف تجي الشظايا اللي عندي. بعدين رجعت نامت جنبي نتيجة الخوف يعني حتى لو خرجت الدرجة وسمعت أي حاجة خلاص تقول قذائف. احنا الطفولة احنا حرمنا احنا من دراستنا حرمنا احنا من العابنا احنا حرمنا من سعادتنا احنا بس الله امرهم لله ايش هنقول لهم حرمونا احنا من الفرح وكل حاجة ومن المدارس كنا ندرس في المدارس رجعونا احنا للجوامع. بكل هدوء يخاطب الضحايا المتضررون من حرب الميليشيا في تعز امراء الحرب بلغة بسيطة دون تكلف. أقول للحوثيين ليش يعني إحنا إيش عملنا بهم عشان نعمل عبال كذا إحنا أخوان مسلمين أمة واحدة خلقنا بنفس الأمة إحنا إيش عملنا بهم عشان لما يعملون إحنا كذا بس هذه رسالتي لهم. يخافوا من الله أطفال ما لهم ذنب المواطنين ما لهم ذنب إيش السبب إيش عملوا بهم المواجهات المفروض تكون بعيدة عن تكون في عندهم منطقة خاصة للحرب يعني مناطق صحراوية يكون بينتهم بين مش داخل مدينة بين السكان بين حرام. إيش إحنا ذنبنا إحنا إيش عملنا بالحوثيين؟ من أجل دموع الأطفال والحد من معاناتهم ولدت مبادرات تحاول التخفيف من آثار لعنة الحرب التي طالت البراءة ونقاءها النفسي. من هنا جاءت فكرتنا نحن مؤسسة خيرون بدعم من الأيادي النقية في إيجاد هذا المشروع وهو مشروع جلسات الدعم النفسي لأطفال تعز ضحايا الحروب في مديريتي القاهرة والصالة. طبعا استهدفنا حوالي 140 طفلا في مختلف المناطق المحاصرة وهدفنا في ذلك إلى أن نقوم بتأهيلهم وإعادة بناء ذواتهم نفسيا من خلال مجموعة من الأنشطة التي سنقوم بها كأنشطة ترفيهية تعليمية نفسية اجتماعية ثقافية. بالوضع الحالي نحاول قدر الإمكان أن احنا نساعد الأطفال بسبب الأوضاع المتوترة والحروب والأوضاع الصعبة جدا. حقيقة جلسات الدعم النفسي ربما كنا نهدف إلى تنفيذها في عدد من المدارس لكن كما تعلم أن المدارس مغلقة بالتالي فتحت المساجد أبوابها لهؤلاء الأطفال لكي نقيم لهم جلسات الدعم النفسي. تستمر ميليشيا الحوثي والمخلوع في قصف الأحياء السكنية وتستمر أعداد الضحايا بالارتفاع قتلى وجرحى وأمراض نفسية. تلك هي حصيلة التناقض بين أقلام قادة الميليشيا التي توقع اتفاقيات الهدنة وأفواه المدافع التي تكذبها. والله إنه القذائف كل يوم نصيب من نروح وين نروح نروح عند الحوثة احنا عايشين هنا وما صابنا إلا ما كتب الله لنا نصيبك يجي لك وموتك يجي لك حتى وانت تحت الأرض وين دي الهدنة وين ودا الصلح وين ودا الخبر كلها كذب وهدر كذب أدمة الشعب وأدمة الأطفال تعوروا لهم كل يوم جاهي. ويبقى الأمل فيما يمكن أن يقدمه المجتمع المدني
ومؤسسات الدولة ومؤسسات الإغاثة الدولية لمستقبل اليمن، أطفالها الذين لا يجوز أن يتركوا واقفين في وجه الحرب لوحدهم.